كرم سعيد مصطفى كامل محافظ الغربية أوائل طلبة الشهادات العامة بجميع المراحل التعليمية على مستوى المحافظة، وعددهم 39 طالبا وطالبة. منح المحافظ الطلاب شهادات تقدير ومبالغ نقدية تحفيزا لهم على المزيد من التفوق. وقدم درع المحافظة لأحمد فكري وكيل وزارة التربية والتعليم لدوره البارز في النهوض بالعملية التعليمية بالغربية. الطلبة المتفوقين والمتفوقات على مستوى محافظة الغربية، يعني أقول لهم هنيئا لكم وهنيئا لأولياء أموركم وهنيئا للمعلمين بتوعكم وهنيئا للمديرين وكل العاملين في التربية والتعليم. أنتوا رفعتوا شأن الغربية، أنتوا رفعتوا شأن مصر، وإن شاء الله أنتوا تكونوا نبتة دي بتنطلق منها مصر إلى آفاق عليا إن شاء الله. هم دول العلماء، هم دول مستقبل مصر. تواصل السلطات المصرية فتح معبر رفح البري لليوم الثاني للسماح بمغادرة الحجاج الفلسطينيين المتجهين من قطاع غزة إلى السعودية. وقالت مصادر إن أكثر من 800 حاج فلسطيني عبروا المنفذ بالأمس قبل نقلهم إلى مطار القاهرة. كانت مصر قد فتحت المعبر بالأمس ولمدة 3 أيام.